الحين خلينا نسوي هالميثود delete course accept an object of type course as a first parameter and then id num of the student as a second parameter. هاي بنستلمهم في القوس. The course can be deleted only if the student exists in the student list and the course exists in the list of the course register for that student. تمام؟ علشان ينمسح مفترض الطالب يكون موجود والكورس يكون موجود. فمثل كل مرة خلينا ناخذ هاي copy ونخليه كومنت. تمام كذي خذيناه ككومنت. خلينا الحين نكتب الميثود. الميثود هني لو تلاحظون ما قال لي شنو بيصير، هل بيصير ترو، هل بيرجع لي اسم الكورس، ما حدد لي. فانا عندي الخيار انه اخليه كذي ولا كذا، كل واحد. فمبدئيا الظاهر بيكون نفس at course، بيكون بوليان انه بيعطيني ترو او فولت. ولكن الافضل دائما في الديليت ان نشوف شنو الكورس اللي مسحناه. تمام، ف انا بسوي الاثنين. ببتدي بسوي لكم في حال انه كان يعني الاسم شلون بيطلع الاسم. خلينا نبتدي نقول له public، بنخلي نوعيته اول شيء كورس، بعدين بنغيره الى بوليان حق اذا تبغون كذي او كذاك، عندكم يعني الخيارين. نقول له كورس وخلي هني نحط كومنت ان هاي سكت الميثود. اول شي بنروح حق القوس، بنكتب هني الكورس، بناخذه ك variable الكورس. خلينا نسميه دي كورس. فاصلة انتجر id num. تمام، خذين الفاريبل. خب اول شيء بنسوي شنو؟ بنطلع الستودنت. والستودنت الميثود اللي بنستخدمه نفس من ساعة بيعطينا شنو؟ بيعطينا البوزيشن، وفي حال ما في بوزيشن بيعطينا ماينس 1. بنستخدم هالميثود، هالميثود اللي بنستخدمه علشان ما نكتب كل هالكود، لان اذا ما استخدمنا الميثود بنضطر نكتب كل هالكود. فبنستخدم هالميثود search student نفس الشيء، ومثل ما تشوفون بيعطيني البوزيشن، وفي حال ما حصل بيعطيني minus one. فبنروح هني بنكتب integer index خلينا نسميه، ونخلي هني search student ونعطي شنو ال id number. تمام، ونخلي له if في حال ان index يساوي minus 1. تقدرون تعكسون عادي شنو يصير، return null ما في شيء مو موجود. else نخلي نفتح قوس ونخلي له else. اول شيء شنو؟ بناخذ الطالب، لان ليش الحين نحتاج نروح في الكورس ندور داخل الكورس. بنعرف الستودنت، لان شنو بيكون لوب، عبارة عن لوب. بناخذ الكورس او الكورس ريجستري
اللي هني، بنروح حق هاي، بناخذ هاي عشان شنو ندور داخله، نشوف شنو الاشياء اللي عندنا. فعلشان هالشي بنخلي لنا اريلس، فيريبل اريلس يدور لنا عن الكورس. فخلينا نقول اريلس، خلينا نسميه بس سي، يعتبر نسموه الكورس كل واحد. equal، شوفوا الحين شلون بنستدعي. مثل ما قلنا ندش داخل الاري، نطلع الطالب، بعدين نطلع الكورس. فنقول له get student، نعطي الاندكس ان هل student اللي نبغيه، بعدين هل student شنو نبغي منه، get course registered، بس هل اللي نبغي منه انه يجيب لنا الكورس كامل. بعدين خلينا نحط هنا comment get all courses for of this student. بنشغل الحين لوب، بنقول له for integer i equal 0 i اصغر من شنو؟ مو عندنا course، بنقول له course dot size. مثل ما عرفنا هاي array list، ف ال array list نقدر نستخدم الميثودات اللي موجودة فيه، فبناخذ السايز تمام. بعدين نقول له i plus plus، نفتح for، نقول له for، حط هني comment وهني، لأن ليش هاي نوعيته array list تمام، فلازم نستخدم شنو نوعية course. array list يعني بيحدد لي إلى array list الليستة بس، أما داخل الأوبجكت ما نقدر ندش أزيد، لأن ليش هاي نوعيته array list. علشان نقدر ندش أزيد فلازم نختار شنو، نختار كورس، نسوي لنا اوبجكت من كورس، نقول له كورس، وناخذ نفس الكود اللي موجود هنا. مثلا هنا خلينا نسمي بعد كورس، اوكي، لان خذينا اسم كورس فوق، خلينا نسمي فوق كورس ليست، سمي هنا ليست. فهاي كورس حاليا. علشان ما يكون اري ليست لازم نحدد شنو نبغي بالضبط، اللي هو الجيت، ونعطي اي مالت الفور تمام. الحين شنو، الحين عندنا اكسس الى داخل الكورس نفسه تمام، لان دشينا كامل، دشينا بعد ازيد من الاري ليست الى الاوبجكت. هالخطأ انتو اوريدي تعرفون تصليحته، مجرد كاستنج. تمام، الحين بنروح حق الاف، بنقول له كورس، هاي اللي هو الكورس دوت ايكوال، شوف هنا اي ايكوالز بختار، بختار هالايكوالز اللي هي مالت الكورس هاي تمام، اللي بتشيك لي القيم. فهني بختار equals مالت الكورس، وهني بخلي لها delete course الفيريبل اللي استخدمناه تمام. خلنا نحط كذا سطر، خلنا نحط بريسي لانه بيكون كذا سطر. فهني if انا اشوف من مكان نرجع الكورس كله، خلنا نرجع اسم الكورس بس، فنغير هاي الى string تمام. وهني نكتب بيكون عندنا variable string، بيقول name course name، خلينا نقول
وناخذ نفس الكورس، نقول دوت جيت نيم سيمي كولوم، و والحين نقدر نمسحها، لان حتى اذا مسحناه عندنا variable مسجل في الاسم. فنقول له course الحين ما نقدر نستخدم هالcourse نفسه، فنحتاج شوي نطلع برا نستخدم الArrayList. فنقول له ArrayList dot remove ونعطي الI. تمام، ليش ما نقدر نستخدم الكورس؟ لان احنا صايرين داخل الكورس، فما نبي من داخل الكورس ما نقدر نمسحه، لازم نروح برا في الاري ليست ونمسحه. خلاص اوريكم بالبنت، هاي بيكون شكل الكورس. في الفيريبل الاولي في هالفيريبل اللي كتبناه احنا بس وصلنا الى وين؟ الى اري ليست. تمام، فنتحكم في الاري ليست. اما في الاوبجكتات ما نقدر نتحكم، صج نقدر نستدعيهم ولكن بعد ما عندنا تحكم ازيد، لان ليش؟ نوعيه الفيريبل بس اري ليست. تمام، عشان نتحكم فيهم شنو سوينا؟ استدعيناه بالجيت وخلينا نوعيته يكون كورس. هاي يودينا وين؟ يودينا حق الكورسز ذلين اللي داخل، لان ليش؟ نوعيته كورس مو نوعيته ArrayList. تمام، فنوعيته كورسز، فنقدر ناخذ الميثودات اللي داخل الكورس. اما هني بنستخدم بس الميثودات اللي موجوده في الArrayList، يعني ريموف ما بيصير من هالكورس، ما بنقدر نسوي من هالكورس، بنقدر نسوي من ArrayList بس. السايز بناخذ من الArrayList. تمام، هاي هي الفكره. فالحين خلينا نسوي ريموف. سوينا ريموف اوريدي، ف هاي صار له ريموف. اخر شيء يبقى لنا ريتيرن، بنحط اسمه، اسم الكورس. تمام، في حال ما صاد شيء، يعني الاسم الطالب موجود وما صاد شيء، شنو بيصير؟ بيصير ريتيرن نال. هاي ما بنخليه في الالس، بنخليه برا على الالس اخر الميثود. تمام، هاي بيكون نال. نسبة إذا بغيتو يكون بوليان شلون بيكون؟ هالميثود بيكون عنوانه غير. خلو أحط لك كومنت بس عشان تعرفون، public boolean هاي بيكون عنوانه. زين، من مكان نحط هني return null بيكون return false. هني ما بيحتاج نعرف الاسم، وهني بيكون return، وهني بيكون return true. واخر شيء برا على الميثود هني بيكون return false. فانتو على راحتكم، الشيء اللي يعجبكم تقدرون تخلونه. هاي نسبة حق هالميثود، خلينا نحط comment شوي هني. مثلا نقول له get the course تمام، بعدين هني سيف before remove it
مثلا هني نقدر نخلي not found course. تمام، هاي نسبة حق هالميثود. الحين بنروح حق آخر ميثود في هالكلاس وبعدين بنسوي تيست. قال لي print student details except ID num of a student as a parameter and print all the details of the student also all the details of the course in which the student is registered. تمام، فبناخذ هاي كوبي. خب طبعا بيكون هالميثود نوعيته void، نقدر نخلي نوعيته string على راحتكم. انا خلى حاليا بحط void علشان لانه ما قال لي اسمه to string، فانا باخذ على اعتبار انه void. نقول public void print student بس بيستلم في القوس شنو؟ بيستلم ال ID نعم، وخلنا نحط حق التذكيرة وكل شيء بارز لي في كلاس ستودنت. مثل ما نشوف عندي الجيتات بستخدم كلهم، وبستخدم شنو برنت كورس ريجستر، هاي بيفكني من كل هالعبالة. فبكتب له اول شيء لازم اجيب الطالب اللي هو بنستخدم شنو، طبعا بنستخدم سيرج. بيقول له انتجر اندكس ايكوال سيرج ستودنت، بنخلي الاي دي، وبنخلي بعدين اف. خلي هالمرة نعكس ان الاف بس عشان يكون عندكم يعني كذا اوبشن، not equal minus one، هاي بيكون الاف انه هو الصح. زين، وعندنا هني else، او ما نحتاج الس، ممكن نخلي مثلا الالس حق الخطأ انه ما حصلنا الستودنت، مو موجود الستودنت. تمام، فبنقول له system.out مثلا خلي له فاصلة. بعد سبيس عشان ما يلصق. تمام، هاي خليناه اذا في حالة خطأ بنعرف انه شو اسمه ان الطالب مو موجود. ازين، في حالة الطالب موجود شنو نحتاج نسوي؟ بنحتاج نعرف الطالب في variable، بنقول له student، خلينا نسميه بعد student، بعد اوكي equal get student، ونخلي الاندكس داخله والحين نبتدي مثلا نشوف شنو عندنا. خلينا نطالع الخيارات،
والأفضل عشان ما نتخربط ونعرف شنو عندنا، بنسوي كوبي حق ذلين وبنخليهم هني ككومنت، تمام هني ككومنت عشان ما نرجع ونطالع. فخلينا الفيريبل، بعدين نقدر نغيرهم ان برنت كذي برنت كذي، تمام. مثلا نشيل ذلين، نقدر نخلي هني برنت ونقدر نخليهم اصلا في سطر واحد يكون افضل بعد. برنت نخلي هني كوما، يكون كذي مرتب ونعرف شنو الفاريبل بدون ما نرجع حق الهاي. فأول واحد مثلا بنقول له student، خلينا نخلي capital، واحنا شو نقول له؟ نقول له student نفس ال variable اللي خذيناه dot get id number. زين نقدر كلهم نسويهم في سطر واحد، وهو هاي اللي افضله يعني، عشان بس اعودكم ان شلون بيكون اشكال الكود. تقدرون تخلون كل واحد في سيستم دوت اوت، ولكن براكم في سطر واحد شلون تقدرون تسوونه عشان يكون شيء يعني جديد عليكم، واذا مر عليكم بهالطريقه ان ما تتخربطون. فنخلي هني زائد، انا خب بنزل السطور، بننزل تحت زين، ونخلي ذي. فاول شيء نحتاج ننزل سطر، فنخلي الكومنت هاي باك سلاش ان، بعدين بنقول له student شنو عندنا ID، خليناه نحتاج الحين first name، خلينا نحط full name احسن. full name علشان نختصر على روحنا خطوات. وهني زائد بنقول له student dot get first name، بنفتح هني بعد زائد، يكون هني بنخلي space عشان بس ما يلصقون في بعض، بعدين نقول له student get last name، تمام. علشان نكمل بعد نخلي زائد هني وبرنت تحت، نقول له student بننزل سطر عشان ما يكونوا كلهم في سطر واحد، نقول له student نحطه capital student ايميل سبيس، وهنا زائد student dot get ايميل، بعد شنو عندنا؟ عندنا جندر، فزائد نزل سطر باك سلاش ان student جندر، نعدل هاي، نقول student dot get gender. بعد شنو عندنا؟ عندنا الحين الكورس، الكورس كلش بيكون سهل. عقب ما كتبنا الجندر بعد بننزل سطر هني، اذا بنشوف اوريدي احنا سوينا هالميثود حق الكورسز، تمام. هالكورسز مجرد ياخذ الكورس ويطبعهم، خلي بس شوي نسوي تعديلات.
هالميثود مثل ما تشوفون بناخذه من هني تمام ونخليه يطبع، بيسوي تعديل بسيط حق الطباعة. اوريدي بيعطينا التو سترينج، ولكن خلى شوي نحط كتابة عشان يصير شكله أضبط. فنقول له مثلا نخلي كل كورس كورس نمبر 1 2 كذي، يعني يكون شكله وايد أحلى بيصير يعني. مثلا كذي بيكون اوكي، انه بيبان انه هاي اي كورس وبيطبع باقي المعلومات. هني بس نحتاج ان نسوي كول حق حق الميثود هناك وخلاص. فبنقول له student dot get او print course registry. خلينا نشوف ليش ما صار. اوكي هاي لان void، فما خلالي ما خلاني ان اطبعه. فعندنا حلين، او نسوي string او شنو، او نشيله من هني. زين هاي بعد ما يحتاج اخر واحد لانه اوريدي بيعطيني print. نشيل هاي الصفر ونخلي شنو، نخلي عقبه student dot كذي. الحين بنشيك بنشغل الميثودات كلهم، ممكن نرجع نعدل، في احتمال ان نرجع نعدل اذا شكله مو حلو، اذا شيء ما قاعد يشتغل. فخلنا نرجع حق السؤال نشوف شلون يبغينا نسوي الاوتبوت. مثل ما تشوفون هنا شنو قال لنا، خلصنا هالسؤال خلاص بيطبع لنا كل شيء.